1981 بونتياك ترانزام جير عادي تيتوب، الممشى 3700. السيارة يوجد فيها الويند ستيكر اللي هو أوراق الوكالة، راح تنزل في حساب صفقة. من السيارات الجميلة هذه، تيجي مكينتها 5.0 جير عادي، قزاز كهرب ومكيف. وأي سؤال أي استفسار حياكم الله يا أخوان. من الأشياء الجميلة لما تشوف الألوان هذه في الترانزام بعد، ما شاء الله تبارك الله. هذا فيديو السيارة بالكامل، شوف المنظر الجميل هذا. طبعا تقدر تشيل التي توب، يكون تي توب كشف. طبعا اللي هو الاسطبات الأمامية أو الشكل الأمامي يجيك في 79 و80 و81 بالشكل هذا. نشوفكم على خير.